أخيراً حل لغز الإشارات الواردة من المخلوقات الفضائية. يعتقد البعض بأن الحياة غير موجودة خارج الكوكب الذي نعيش فيه، بينما البعض الآخر على يقين بأنه يجب أن يكون هناك مخلوقات حية بما فيها الكائنات العاقلة في مكان ما على المجرات البعيدة. ويمكن لكل من هذين الفريقين أن يقدما عدداً من الحجج يدعمان بها وجهات نظرهما، لكن إلى حد الآن نجح العالم الخارجي بامتياز عن حجب أسراره عنا. حسناً، شدوا أحزمتكم يا رفاقي، لأننا سنأخذكم في رحلة خارج كوكب الأرض. ضعوا قبعات التفكير، لأن الجانب المشرق أتاكم بأخبار شيقة من عالم الفيزياء الفلكية. ما يجعل من البشرية عالماً جميلاً تلك الرغبة الفطرية لدينا لاكتشاف المجهول، فسعينا الدائم والمستمر لكشف المستور وكسب المعارف يدفعنا دائما إلى الاكتشاف. وانظر إلى ما أوصلنا ذلك إليه حتى الآن، لقد تعلمنا الكثير عن الكون، لكن ما زال هناك الكثير علينا اكتشافه. هناك لغز واحد على وجه التحديد لطالما حير عقول العلماء لسنوات عديدة. في عام 2007 التقط الباحثون بعض الإشارات اللاسلكية الغريبة التي وصلتنا من مكان يبعد عنا مليارات السنوات الضوئية. وشدت هذه الأصوات الغريبة اهتمامهم بالتأكيد. لم تكن إشارات سنة 2007 أولى الإشارات اللاسلكية التي سمعها العلماء قادمة من الفضاء السحيق، فهذه الإشارات عبارة عما يسمى بالتدفقات الراديوية السريعة FRB، ويمكن وصفها كنبضات قصيرة من الومضات اللاسلكية القادمة من ضواحي المجرة للعالم الخارجي. فهذه الموجات التي لا تزال مجهولة المصدر بالنسبة لنا تدوم لمدة الجزء من الثانية، وتظهر في العادة من تلقاء نفسها، وتأتي كذلك بصفة عشوائية، لذلك فمن الصعب حقا دراستها. ولكن هناك استثناء وحيد، من بين 30 ومضة هناك واحدة فقط تبقى وامضة. لماذا حيرت تلك الإشارة على وجه التحديد العلماء؟ ففضولهم نابع من حقيقة أن أحداً لا يعرف ما الذي ينتج مثل هذه الومضات الحادة المتكررة، إذ لا يمكن للعلماء سوى افتراض عدة نظريات تتراوح بين قدوم هذه الومضات من تصادم لنجوم، أو أنها رسائل مشفرة اصطناعياً، ربما كان كائناً فضائياً بصدد الاتصال بالمنزل. يفترض الباحثون من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية أن مصدر هذه الومضات يمكن أن يكون جهاز إرسال عملاق حجمه مضاعف لحجم الأرض، ويستمد طاقته من أشعة الشمس، ويوجد نظام خاص يستخدم الماء لتبريد هذا الجهاز لمقاومة حرارة الشمس العالية. وفيما يتعلق بضرورة توافر هذا الكم الهائل من الطاقة، فهي بإمكانها أن تحرك أشرعة شعاعية عبر النجوم، وسيبعث جهاز الإرسال بشعاع مستمر يدفع بالشراع ويصل إلى كوكب الأرض على شكل سلسلة من الومضات، بسبب أن مجراتنا تماما كالشراع ذاته وكوكبه الأم تتحرك بصورة نسبية لبعضها البعض. يبدو هذا أكثر تعقيدا من شراع الرياح العادي. هذه مجرد واحدة من النظريات التي اقترحت على مدى عقد من الزمن، ومع ذلك فلم يتم إثبات أي منها. لكن مؤخرا أعلن علماء الفلك عن اكتشاف مذهل، فهم يقولون أنهم وجدوا مصدر الإشارات الغريبة لـ FRB 1211102. فهذه الأصوات الغريبة والقوية التي تأتينا من خارج المجرة يبدو أن مصدرها آت من ثقب أسود عميق أو نجم نيوتروني جبار لم يرى له مثيل، موجود على بعد أكثر من 3 مليارات سنة ضوئية من كوكب الأرض في سديم كبير يمتد عبر النجوم. أيا كان هذا الشيء وأينما كان، فهذا يعني أنه في مكان ما هناك في الفضاء يوجد منطقة ممغنطة بشكل لا يصدق في بيئة شديدة، ويعد هذا اكتشافا فريدا من نوعه. هل هذا يعني أن هناك حياة ذكية موجودة خارج كوكب الأرض؟ حسنا، لا يزال العلماء لا يستطيعون دحض نظرية وجود حضارة للمخلوقات الفضائية التي تبعث FRB 1211102، حتى إن كانت نظرية غريبة. كشف النقاب عن أول التدفقات الراديوية السريعة في عام 2001 عندما تم توثيق بعض البيانات الواردة من تلسكوب باركيز الأسترالي، ولكن لم يعرها أحد الاهتمام الكافي بل التجاهل، حيث انتهت في الإرشيف. بالمناسبة
يبلغ قطر عدسة التلسكوب الذي التقط الإشارات 200 قدم، والتلسكوب في حد ذاته يعتبر من المشاهير، إذ لعب دورا هائلا في التقاط الصور للبث المباشر لمشهد الهبوط على القمر في عام 1969. ماذا؟ في عام 2007 عندما كان علماء الفلك يراجعون الأرشيف وجدوا وثائق حول موجات الراديو الغريبة، ومنذ ذلك الحين التقطت أكثر من 25 واحدة عشوائية منها، لكن FRB 1211102 فريد من نوعه. وقد لاحظ العلماء بالفعل ما يصل إلى 200 ومضة راديوية عالية الطاقة وردت في 5 سنوات أبحاث فقط. وكان فريق دولي للأبحاث يعمل بكد في جامعة كاليفورنيا بيركلي من أجل حل سر هذه الإشارات الغريبة، فقد استعملوا في أبحاثهم تلسكوب روبرت سي بيرد جرين بانك في ولاية فيرجينيا الغربية وتلسكوب أرسيبو في بورتوريكو، ومع ذلك فقد كان عملا شاقا لأن ومضات الراديو ضعيفة جدا، وحتى أكبر التلسكوبات الراديوية في العالم لديها مجال نظري محدود. وبمعنى آخر عليك أن تكون محظوظا كفاية لاختيار الوقت الصحيح والنظر في الاتجاه الصحيح. لكن تمكن العلماء من اكتشاف تزامن الاتجاه والوقت. يكمن مصدر الومضات في منطقة تشكل نجوم في مجرة صغيرة، وتتبع الموجات الكهرومغناطيسية المولدة لهذه الومضات نمطا فريدا من نوعه، ما يعني بأنها تنشأ في مكان ما من حقل مغناطيسي ضخم، ويمكن العثور على مثل هذه الحقول بالقرب من نجوم نيوترونية أو الثقوب السوداء الضخمة مثل تلك الموجودة في مراكز المجرات. الأمر أن تدفقات FRB 1211102 مستقطبة، ويسمى هذا التأثير بدوران فاراداي، وهو التأثير الذي يشوش موجات الراديو عند مرورها بحقل مغناطيسي. ولتبسيط الأمر يمكن اعتباره شبيها بالنظارات الشمسية التي تعمل بالطريقة نفسها عن طريق حجب ضوء الشمس الساطع، لكن هناك صلة تربط الحقل المغناطيسي بموجات الراديو، فكلما كان الحقل قويا كلما أصبحت موجات الراديو مشوشة أكثر. أما بالنسبة لـ FRB 1211102 فإن تشوش الموجات لم نعهد مثله من قبل، هذا إذا كنا نتحدث عن مصادر الموجات اللاسلكية الفلكية. وأدى ذلك إلى استنتاج يفيد بأن الحقل الذي تمر من خلاله هذه الإشارات قوي بشكل لا يصدق، لذا فإن المصدر قد يكون قريبا من ثقب أسود هائل. وفيما يتعلق بمجرة درب التبانة لكوكب الأرض، فلا يعرف العلماء سوى عدد قليل من المصادر التي تنبعث منها الإشارات الملتوية، وتتواجد كلها في مركز المجرة بالقرب من ثقب أسود ضخم، فهو مكان شديد، والكائن الذي يرسل تلك الموجات شديد كذلك. يقول علماء الفلك إن هذه الظاهرة الفريدة واحدة من أعظم أسرار الفيزياء الفلكية الحديثة. يعتقد جيسون هي سيلز الأستاذ المشارك بجامعة أمستردام وفريقه من الباحثين أن مصدر الإشارات يمكن أن يكون نجما نيوترونيا دوارا يوجد في حقل مغناطيسي هائل مثل ثقب أسود يمتص الغبار والغاز، وبالتالي فهو يتوسع باستمرار. تظهر النجوم النيوترونية أو المغناطيسية وهي التي تملك حقلا مغناطيسيا ضخما، ومن هنا أطلق عليها هذا الاسم، تظهر نتيجة للانفجارات. تخيل أن نجما أضخم من الشمس بعشر مرات أو 20 مرة ينفجر في مستعر أعظم محطما طبقته الخارجية، فهذا سيخلف نواة صغيرة وكثيفة جدا، وستبقى تنهار بفعل الجاذبية التي بدورها تدمج البروتونات والإلكترونات لخلق نيوترونات. إن النجوم النيوترونية كثيفة لدرجة أنك إذا أخذت ملعقة صغيرة من هذه المادة التي سيكون وزنها مليارات الأطنان. وما يدهشنا أكثر أن مثل هذا النجم يملك جاذبية أقوى من جاذبية الأرض 2 مليار مرة. تخيل الوقوف على الميزان في مثل هذه الظروف. لذا فقد يكون النجم النيوتروني مصدرا منطقيا لـ FRB 1211102، ولمدة الإشارات صلة مباشرة مع حجم مصدرها، فكلما كانت الإشارة قصيرة كلما كان مصدرها صغيرا، لذلك فإن نجما نيوترونيا صغيرا يبلغ قطره 6 أميال يمكن أن يبعث بإشارات تدوم لبضعة آلاف الأجزاء من الثانية فقط. وتأتي حجة أخرى لتدعيم هذه النظرية، وهو مثال لدينا في مجرتنا،
إنه نجم نيوتروني مليء بالطاقة وصغير، وإشاراته الواردة شبيهة بـ FRB 1211102. إذن يمكن أن يكون مصدر هذه الموجات الغريبة إما نجما نيوترونيا، والذي يعرف أيضا باسم النجم المغناطيسي أو الماجنتار، يتفاعل مع سحابة من الجسيمات المتبقية على خلفية انفجار النجم الأصلي، أو نجما نيوترونيا متفاعلا مع الرياح شديدة المغناطة التي تظهر نتيجة لدورانه العنيف. وقد حاول علماء هارفورد سميثسونيان للفيزياء الفلكية حساب عدد تدفقات FRB المحتملة التي تحدث في الجانب الذي بإمكاننا رؤيته من الكون، وكانت النتائج صادمة للغاية. هناك تدفق راديوي سريع على الأقل في مكان ما كل ثانية. لو كانت هذه الظاهرة مرئية للعين البشرية لكانت السماء ستبدو كأنها تومض، لكن بدلا من ذلك توجد موجات الراديو. إذا تمكن العلماء من التقاط جميع تدفقات الراديو السريعة وتسجيلها، سيتمكنون في الأغلب من فحص المواد المتداخلة عبر المسافات البعيدة جدا، وسيمكننا البحث الدقيق في المواد المتداخلة عندئذ من أن نفهم بطريقة أفضل العناصر الكونية المختلفة مثل المادة والطاقة المظلمة والمادة المعتمة، وهي مهمة لأنها في النهاية تؤثر على سرعة اتساع الكون. وفي العموم يقارن هيسيلز التدفقات اللاسلكية بالمشاعل التي تضيء لنا كل الأشياء التي لا يمكننا رؤيتها بدون المشاعل. لسوء الحظ لم يصل الفلكيون إلى إجماع حول مصدر FRB 1211102، لكنه ما زالوا يؤكدون أنه يحتمل أن يكون هناك مصدران طبيعيان وعاديان مسؤولان عن إرسال مثل هذه الإشارات. إذن في الأغلب لم يكن فضائيون خضر من أرسلهم، أليس كذلك؟ مكافأة تأثير الشمس على كوكبنا. ليست كل أسرار الفضاء بعيدة عن ناظرنا، فهناك أشياء حول شمسنا لا نزال نكتشفها. ولأول مرة في تاريخ علم الفلك تظهر حسابات النماذج أن التغيرات في النشاط الشمسي من شأنها أن تؤثر على مناخنا بشكل خطير. وإلى جانب تغير المناخ الناجم عن التدخل الإنساني والتحولات المناخية الطبيعية، فدرجة حرارة الأرض تعتمد إلى حد كبير على النشاط الشمسي، وبتغير ذلك تتغير شدة أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض. ووفقا للعلماء سيؤدي النشاط الشمسي إلى تغير ملحوظ في درجات الحرارة على وجه الأرض في السنوات المقبلة، مخفضا إياها بنصف درجة. إذن ماذا سيكون مصيرنا؟ ما النظرية التي تصدقها أكثر حول مصدر التدفقات اللاسلكية السريعة؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أسفل الفيديو. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب على مشاركتنا لهذه الأسرار الكونية. بينما تفعل ذلك اضغط زر الاشتراك لكي لا تفوت أي شيء مثير يحدث على الجانب المشرق.